زحت يا بنت الزحت طقوا اعلاتها. يلا يلا اجا ابن عمي. تفضل ابن عمي، ما في حدا غريب. مهزة خانو. اهلا وسهلا يا ميت. اهلين وسهلين، شرفت وقرستي والله. أهلين يا ميت اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. تعال تعال اقعد جنبي، مني هون بدي احكي معك موضوع. بعدين انت قومي ركض اعملي لي في اكله بقت من الفستق واللوز. طلعت روحي لهلا ما حطيتي الاكل. على راسي على راسي. يلا ها على السريع. لازم هي تقول لك يعني. يلا يلا. لك يا ميت اهلين وسهلين بالخانم، شرفت وقرستي والله. الله يخليك. مو انت ابو النار كبير الحاره؟ انا زايتك اصلتك بشغله. مريني يا خانو، انا ابو النار كبير الحاره. بدي زوجه للنمس. شو عم تحكي؟ والله عين العائل. بركي بيعقل بحطها على براسه وانت قلتيها. ايه بدي اياك من كل بد تروح لعنده لابو بدر تقول له احنا جايين نزوره. ليش ابو بدر؟ في عنده حدا نخطب له اياها للنمس؟ لك ايه في عنده اختلا بوجيه سكرية. يا ستي الله يجعل التمام على خير. بكرة أبو بدر بيقعد هون محلك على الكنباية وبفتح له السيرة وإن شاء الله بيكون خير. تكرم عيونك أنت والنمس. لك شو سالم يا أخي أبو بدر، أشرخت الأنوار والله. بلا ماهي العقيد الله خلينا إياك. طمني عنك، شو أخبارك؟ والله الحمد لله كتر خير الله. بس شغلت لي بالي عقيد، مشان شو معك ورا مني؟ لا ينشغل بالك أخي أبو بدر. شو نحن ما نلاحظنا فيك ونشوفك ونتبارك بالوش الحلو؟ امبلا بس كان يعني دق لي على التلفون، كنت رديت عليك انا، فهمت شو بدك؟ لا ما عندي تلفون، قلت لك الو. المهم اخي لحفوت بالقصه دغري. قصه التلفون؟ قصه الجواز اخي ابو بدر. جواز؟ ايه اخي ادرينا انه المستوره اخت حرمكم اجت من القدس وساكنه عندك بالبيت هلا. ايه ايه وربعتها بقشطه. قصدي سكرية اختها لمرتي، شوفها. ما بشي الله يستر عليها، بس انا بدي اطلبها منها. بدك تتجوز على مرتك؟ اعوذ بالله، شو اتجوز على مرتي؟ انا حفيت ببيروت لحتى لقيتها ورجعتها لعندي لهون، اتجوز عليها؟ اعوذ بالله، بدي اطلبها للنمس. النمس؟ لك ايه النمس ما غيره؟ النمس؟ اخي النمس ما عرفته؟ امبلا شلون ما عرفته، بس النمس؟ ايه فشاور اخي، خود وقتك، واذا كان في قبول بتخبرنا لحتى نجي نطلبها منكم. اي ماشي ماشي. اعطينا شرف اخي ابو بدر. الله يخليك. ان شاء الله تحلها بصحة وخير ان شاء الله. النمس ما غيره، هذا تبع الفسفور. لا ايه النمس النمس تبع الفسفور. يعني ان شاء الله خطيه يموت بعد شبابه، بس يلا يلا المهم تتجوز وانفتح نصيبه. ايه قالوا لي شاورة. ايه وش كان في قبول؟ بيجي بطلبوها رسمي اول هلالة الشهر. ان شاء الله بيصير في قبول، لانه حرام خطي هي داخلها وبيني وبينك انا كمان داخلي. انا كمان داخلي. ولك الله يسعدك يا مهزات خانم، الله يسعدك. لا 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 لا. وبالوارد والحنة رشوا العرايس بالوارد والحنة، سكري تتهنى ريتا سكري تتهنى. لا 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 لا. عاطي أبعدكم يا ناموسي. يا ناموسي قوم حبيبي قوم. قوم تاتي قوم، رد علي قوم. صوفي مولا حسبي الله ونعم الوكيل. بالصباح صوفي ستي، يا بتصيري تحكي معي مثل العالم والناس يا يا شولا. يا اما بتعلمونا كيف تحكوا انتو الملائكة. شو نحن الملائكة؟ مو مهم، بدي احكي معك سيري انا. نعم شرفي. تيتي من طول عمرك محظوظ، وعندي إحساس بهاي الأيام رح يلجينا مصاري ورزق كتير. سيبنا ستي دافنينا سوا، جاي تخاصية علي؟ خاصولا حرسنا. العروس اللي حاطة عيني عليها وافقت. عروس؟ لك ايه، وحدة جاهزة ومجهزة مليانة مصاري وذهب ومالكانات، وما بتصرف عليها متليك أحمر. وبس يصير عندك لحق بقى على غب مصاري. ومين هي بقى؟ جنية ولا إنسية ولا مغارة علي بابا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا بغل
عم قل لك جاهزه مجهزه، وراح ابعت ابو عمار مدري ابو شحار المهم يخطب لك اياها من عند ابو بطيخ. وكتب الكتاب والدخله بيوم واحد. ومنين بدي ادفع مهره ونقدها؟ ليش حضرتك خليتي معي مثلي؟ عندي 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 تيتي لك البصر. صرت شو؟ كله بتشدني يا طاقطاقين بس تبلش غرف من مصاري العروس. يا ناظر اقف على الحكي. ومين العروس ستي؟ الأميرة بنت السلطان؟ لا، سكرية أخت فوزية مرته لأبو بطيخ هذا. شو هاد؟ شو هاد؟ شبك؟ شو؟ وافقت للغير؟ ولا لسه؟ لا، ولولي خيال بدها تجوزني أخت مرته لأبو بدر. هي الطولان يلي بتشتغل عند بدر بالدكان؟ لك إيه؟ مش عبتي راي؟ هلا وقفت بس على شكلها؟ بس يا أخي حتى لو مش مش ما بقول لك المدال، الطاووس شكله حلو ما بيتاكل، وفي ناس شكله حلو ما بتتعاشر، المهم العشرة. ولا وقفت على العشرة لك لمس، نسيت شو عملت فينا بالدكان؟ قتلتها ولا عدتها من الدكان؟ بعدين شو بدي أقول لك؟ هي متجوزة كذا واحد ها؟ شو هاد؟ لك إيه كذا واحد متجوزة. يا حبيبي كملت والعمل؟ العمل أخي هلا أنت جربته للحب والعشق، شي مع عيشة وشي مع فرحة، ماشي؟ جرب حظك هالمرة مع يلي معه المصاري، ما بتعرف؟ إذا يعني مثل ما بيقول المثل يا بتصيب يا بتخيب، بلا حب بلا بطيخ. قلتها اختي ما بدي اكل بس تاخرت كثير. ليش بدك فيها؟ العروس خلصت غندره. وينها سكريه؟ ليش ما اجت العروس؟ لا تؤاخذوني يا جماعه ما بعرف حلفه مت يمين ما بتطلع من اوضتها لين كتب لك كتاب. يا شو بيعرفني؟ سمعاني عدم المؤاخذه حدا من الموجودين عم بيقول انه قدوم نحس وجوزها يا بينقتل يا بيموت يا بينقوص يا بيتطلق. ليك قولي لها لا تخاف انا ابن بنتي مثل القطط بسبع رواح نمس. وينو شيخ عبد العليم بلو تأخر؟ لا تكوا بيوصل هلا حلو يجي خلصه. فضل تحلو وخلصه يا فعود. اوه تقعد كمان براس بلا رقبي ما بتفهم الاصول انت ايه؟ ان شاء الله الف مبروك يا صاحبي تتهنى ان شاء الله. مالك؟ الله يكون بعونك. لا اله الا الله محمد رسول الله. لك شو بنا لك نمس؟ ليش هيك مصوفين؟ ليش خايف؟ ليلتك نمس؟ احكي. انت اللي ندحت لي شو بدك؟ اي صحيح انا اللي ندحت لك، تعرف لك نمس؟ علي الحلال انت واحد مش نص. شو هالحكي؟ ايه مثل ما عم بقول لك، هي بنت حماي مرزوقه معها مصاري خيرات الله. والله؟ اي والله. بس انا بدي ابري زمتي قدامك. ابري؟ انا مالي متذكر اذا كان قلت لك ولا ما قلت لك، بس هلا حتى لو كنت قلت لك بدي ارجع اقول لك. هاي بنت حماي قبل ما تكتب كتابك عليها كانت اخذه خمسه قبل منها، بس كلهم تركتهم طبعا يعني معلوم تركتهم من زمان. خمس شو؟ خمس زلم كانت مجوزه خمسه قبل منها. اول واحد طلعته، الثاني مات، الثالث طلعته، الرابع مات، الخامس طلعته، السادس صارت تعصيبك يا نمس. لك شو بك عم تطوطط انت وياه؟ لك ما بتستحوا؟ قاعدين بين لمك ناس وقاعد انت وياه عم تتوششوا؟ لا بس خلي طريق على بيت الادب. ايه على راسي. يلا شريف يلا وين نمس؟ يلا بس على بيت الادب دايره. طيب اسمعي ليلى لبنت اختك، مين اختها مو بنت اختها، ليلى لاختك اذا ما بتجي بدي اسحبها من شعرها لهالعروس، وبدها جوازه تتم يعني بدها تتم الجوازه، فهمتي ولا؟ يا عيني عليكي الله يسمع منك الهي، حاكم اضرب حظها تقلال شوي. ايه والله خلصني انا. ايه
والله عم تكبير الأدب هو بيت الأدب. خير خير إن شاء الله. بيت أدب. ما تحول بيت أدب صار شيء صعب بيت أدب. والله طوال. هو شوف الله هو. روح شوف استعوى يعني. إيه إيه. استعجل شو بدي. يلا يلا. يلا في الله. إيه حرام صار إذا لازم نكمل نصينه. المعلوم. لك لك. إيه والله. لك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يتمم. ولك العاطي الله يعطيك يا سكرية انتي وحظك.